أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج عين على الصحة، والتي تتناول لهذا الأسبوع مرض البواسير المعروف بأنه أحد أكثر الأمراض شيوعا وإزعاجا للمريض. في هذه الحلقة سنتحدث عن أسباب الإصابة إضافة لطرق العلاج والوقاية، ونستضيف لكم الدكتور محمد ولد محمد العاقب أخصائي أمراض الجهاز الهضمي. فأهلا وسهلا بكم معنا في مستهل هذه الحلقة. إذن مشاهدينا، قبل الدخول في موضوع هذه الحلقة نبقى مع هذا العنصر التمهيدي. سيدي محمد، في طريقه للعلاج من مرض البواسير الذي يعاني منذ فترة من أعراضه ومضاعفاته، مما استدعى اتباع حمية غذائية خاصة وعلاجا منتظما. أكثر اللي نجبر له والله عزيم قلنا كاشوش قلب، والله الحمد لله سابع إن شاء الله يباطل الدور الحمد لله التشفى. ببو لا سوء الهضم، دائما هو لا سوء الهضم، لا سوء الهضم هو اللي أول أجبر منه البواسر، لا سوء الهضم الشافي المجمع. حسب الأطباء والمختصين، فإن مرض البواسير ينتشر بصورة كبيرة بين المواطنين انطلاقا من عدد الاستشارات الطبية في المستشفيات. أما ما يزيد الأعراض سوءا فكون هذا النوع من الحالات المرضية يحظى بنسبة كبيرة من الإهمال والتكتم. المرضى يخجل من الحديث عن حالته الصحية، معتبر ان المرض انه مرض لا يجب ان يتكلم عنه، وهذا خطأ في حد ذاته لا يتناسب مع عصرنا اليوم ولا مبرر له اطلاقا. في عصرنا اليوم حد فيه مرض مثل هذا المرض اللي هو لي ومرض البواسير يتشابه مع جميع الامراض الاخرى ثاني، ويعني ما فهم ضرورة التكتم عليه. مرض البواسير من أكثر الأمراض شيوعا ويفرض اتباع العلاج حسب الوصفة الطبية وعدم تناول الأغذية المحتوية على الألياف مما يساعد في عملية الهضم ويقلل من الأعراض والمضاعفات. إذن دكتور، تعريف مرض البواسير طبيا تفضل. بداية أشكرك وأشكر قناة الساحل على إتاحة الفرصة للحديث عن هذا الموضوع وعن هذا المرض اللي يهمنا جميعا، والحديث في هذا البرنامج الصحي الجيد والرائع اللي مفيد للمشاهدين. تعريف البواسير يجب أن نفرق بين شيئين، البواسير ومرض البواسير. بالنسبة للبواسير هي عبارة عن أوعية دموية موجودة بشكل طبيعي عند كل إنسان. هذه الأوعية عندها بالإضافة إلى دورها الطبيعي في الدورة الدموية عندها دور أنها تساهم بنسبة 20% بانسداد فتحة الشرج. هذا ما يعني على أنها حالة طبيعية عند جميع الناس. تصبح حالة مرضية وتسمى مرض البواسير عندما تنتفخ وتلتهب وتكون لها أعراض، عندها نسميها مرض البواسير. دكتور، هل هناك مثلا لقنا أسباب تؤدي إلى الإصابة بالبواسير، مرض عفوا البواسير، أسباب معروفة والله عوامل تساعد بالإصابة بهذا المرض؟ دعيني لو سمحتي قليلا قبل الدخول في الأسباب أذكر بعض الإحصائيات عن المرض. بعض الإحصائيات، هذا المرض موجود منذ آلاف السنين، معروف منذ آلاف السنين مذكور، والنسب الموجودة عالميا هو موجود بكثرة في جميع دول العالم، ونسبه تتراوح بين دول العالم ما بين 30 إلى 86%، وهي طبعا نسب عالية ومتفاوتة بين الدول. تذكر بعض الإحصائيات والبحوث العلمية أن سكان نصف سكان الولايات المتحدة الأمريكية وما يقارب ذلك من سكان فرنسا يعانون من المرض. عندنا على مستوانا هون البواسير موجودين بكثرة، وهذا طبعا أمور احنا نشاهدها يوميا في الاستشارات. بالنسبة لي نشاهدها في مستشفى الصداقة في الاستشارات أيام الاستشارة المعهودة، وطبعا هذه النسبة اللي ذكرنا قبيل بالأرقام نسب تقريبية، تقد تعود عندنا احنا أقل وتقد تعود النسب عندنا أكثر.
هذا ناتج سببين. السبب الأول هو غياب إحصائيات محددة لأعداد المرضى عندنا هون في موريتانيا. والسبب الآخر هو كون الكثير من المرضى يخجل من الحديث عن المرض باعتبار على أنه من الأمراض التي لا يجب الحديث عنها وأن هذا في حد ذاته هناك خجل شديد لا مبرر له عن اسم الناس. صحيح. من الحديث عن مرضه هو مرض كل كيف كل الأمراض الأخرى كاملة اللي يجب علاجها، خاصة أنه فأعراضه يتشابه مع ياسر من الأمراض اللي ربما خطيرة وقديما قيل من كتم داءه قتله. الأسباب اسمحي لي، الأسباب بالنسبة للأسباب رجوع لسؤالك، الأسباب ما في أسباب مباشرة ولكن هناك عوامل محفزة. هذه العوامل المحفزة منها الإمساك الطويل والإسهال الطويل، الإسهال المزمن، الإمساك المزمن والإسهال المزمن. يعني الإنسان اللي يعاني من إمساك طويل فترة من الزمن معرض أكثر من غيره لإصابة بالمرض. كذلك التقدم في العمر، الناس اللي متقدم في العمر أكثر عرضة لإصابة بالمرض. لماذا؟ لأن فيزيولوجيا وظيفيا النسيج طبيعي للخلايا يصبح يترهل ويضعف، يصبح مترهل ويصبح ضعيف المحيط بالأوردة الدموية المسمى البواسير، وبالتالي يضعف، وذاك الضعف ذاك هو كأنه شيء طبيعي. وهذا لا يعني أن الناس كلها المسنة أنها تصاب بالمرض، لا، يعني أنها هذا عامل محفز. هو الخلل كان الأسباب المؤدية لما هي معروفة كعب صيفة ذاك يعني معروفة شكو باسر. بالنسبة لها اللي ذكرنا أولا قلنا الإمساك مزمن والإسهال المزمن، تقدم في العمر، الأشياء الأخرى، كل ما من شأنه زيادة الضغط في منطقة فتحة الشرج ومنطقة الحوض السفلي كلها في حد ذاتها تؤدي إلى بواسير. كيفاش؟ كيف رفع الأثقال، زيادة الوزن، زيادة الوزن السمنة، كيف الحمل، حتى الناس اللي تعاني من سعال من الكحة فترة طويلة من الزمن هو يكح، ذاك الضغط ذاك ونرجع عنها ربما عوامل محفزة. قال ما هي مثلا محددة، ما هي مباشرة. فم بعض الدراسات القليلة اللي تقول على ان فم عامل وراثي، معناها نجبر أسرة كاملة فيهم بواسير كاملة. يا غير هذه الدراسات تبقى محدودة وعامل ضعيف ومديما مضيع ضعيفة ولم تصمد إلى حد الساعة ولم تثبت بشكل قاطع ومتفق عليه سبب مباشر مثلا انه وراثي، يعني مثلا يقعد حد من الأسرة ولا يقعد في حد آخر. الله زين. هون الأعراض التي نتحدث عن الأعراض الأولية الإصابة بمرض البواسير، ياك تعود الناس تعرفهم، ياك حد مثلا يجبر لك الأعراض يحاول يتعالج بصفة مبكرة. الأعراض الأساسية لمرض البواسير نذكر أولا البواسير نوعين، في بواسير خارجية بواسير داخلية. أعراضهم تتشابه إلى حد ما ولا إلى حد كبير، أعراضهم تتشابه فما اختلافات طفيفة بيناتهم. الأعراض هي شنو؟ هي طبعا احنا البواسير الاسم العلمي اللي متعارف عليه لزيمورويد، ولزيمورويد فيها الأعراضها أساسية هي بداية الالكتراجي، الالكتراجي اللي هي سيلان الدم من منطقة فتحة الشرج، وطبعا هذا السيلان يعود دم أحمر ويعود في نفس الوقت ما اللي يأتي في أغلب الأحيان مع البراز، ويكون الشيء المحدد له أنه ما فيه ألم. وهذا السيلان قد يكون متكرر إلى درجة أنه يعود يسبب الإنسان فقر الدم، يحتاج ملاه أنه يعلق له الدم. هذه كانها مضاعفات مثلا، هذه بعض المضاعفات. الشيء الآخر، الأعراض الثانية الأساسية من وراء هذا اللي ذكرنا ذلك هو شنو؟ الألم. الترومبوز هيموريدي معناها انتفاخات على مستوى فتحة الشرج مؤلمة إلى حد كبير، وهذه الانتفاخات في التهابات وفي حد ذاتها دائما تخلق من وراء امساك طويل وصعب. من ترى هون الشيء الاخر نذكر العرض الاخير والاساسي بين هو شنو قبل البرولابسيس ايمورويدير، معناها انتفاخات وتدلي على مستوى البواسير لمستوى فتحة الشرج، وهذا ناتج عن ترهل كيف قلنا قبيل في الانسجه المحيطه بالاورده المسمى البواسير. تقضوا فيها قلنا عدة أصناف وعدة لستاد فيها درجات، درجة أولى ثانية ثالثة رابعة. زين، بالنسبة للأعراض والله في حالة حضارت في الأعراض الأولية مثلا بداية البواسير، من درا كان هون تقد تعالج
بالذات في البداية حد اكتشفها بصفة مبكرة، بما كنت كلمت عن الأعراض وعدوا مثلا الناس تعرف مثلا مرك أعراض البواسير، في حال تقاس تطبعت عندها الأعراض اللي تحدثت عنها، كانت قد مثلا تتفادى أنها توصل مراحل متأخرة من الإصابة؟ بطبيعة الحال علاج المرض في بدايته أيا كان المرض بواسير ولا غيرها، أيا كان المرض في بدايته سهل علاجه. البواسير في بدايتها أسهل علاجها حتى بالمقارنة مع البواسير المتقدمة، وهذا طبعا يرجع لذلك كنا نقوله قبيلة عن ياسر من الناس يتكتم على المرض إلى فترة طويلة من الزمن، يوصل لمرحلة يعود ما تلاقي، يوصل لمرحلة متقدمة تبدأ حتى العلاجات المتاحة البسيطة تعود قاع ما تتمقابل لوش، وهذا في حد ذاته هو الخطأ في عدم علاج المرض من بدايته. وهم الأخطاء الأخرى الثانية والأكثر خطورة هو يكون المرض يتشابه مع بعض الأمراض الخطيرة، يتشابه مع أعراض، يتشابه مع الأمراض اللي مثلا يتشابه مع البواسير في الأعراض. سؤال جيد وأهم اللي في الحلقة هو يكون فهم قضية فهم ياسر من الأمراض الخطيرة تتشابه مع البواسير، منها سرطان القولون يتشابه مع البواسير في طراش في طار ذاك الدم اللي كنا نوصفه بينه ومن بين الأعراض، هو نفسه لنفس الدم اللي يجبر في سرطان. ما في ألم جاي ما فتحة الشرج وطبيعي بهي الطريقة اللي هي وبشكل متفاوت، هذا أعراض يتشابه فيها مع مرض البواسير. يعني أنا المريض يجي ويقول أنا أعرفه البواسير نعرفهم وقابلهم علاج الفلاني نعرفه سميه قبل يسموه الصيدلية قبل ما عنده، وفي نهاية المطاف هو في قاع والله في البواسير ومعهم شوخر ثاني طاري جد معهم شوخر ثاني مرض ثاني كي نقولوا سرطان، فما أعراض أخرى ثانية، فما أمراض أخرى ثانية تشابه منها التهابات القولون ومنها حتى التشقق على مستوى في هذا الشرج، تشققات كل هذه نفسها تجيب سيلات دم مستوى في هذا الشرج، نفس الأعراض تقريبا. وهو المرض ما هو واحد لكن أعراض واحدة، هذا هو الخطورة في مسألة التشخيص، هون تكمن فيه الخطورة. مثلا طالك تزود مرض وأنت ما هو فيك، يعني طالك هذه يعني التشخيص عامل أساسي في أجل العلاج. زين، هو بالنسبة طبعا تشخيص متوم هذا المرض بما أشرت له تكلمت عنه، كيف يتم تشخيصه سريريا؟ يعني يوضح للطبيب من هذا أنه مرض البواسير وأنه ما هو مرض آخر، اللي تتميز به أعراض البواسير عن الأعراض الأخرى، إياك نوضحه للمشاهد. بالنسبة المريض لا يجي في استشارة العادية ولا يجي عنده أعراض معينة، كيف واحدة من الأعراض اللي ذكرناها لك والله كاملة في وقت واحد في بعض الأحيان، هاي الأعراض اللي هي مهمة الطبيب هون وهو ودوره الأساسي هو التشخيص. التشخيص يتم عن طريق قلنا البواسير فيها شيء خارجي وفيها شيء داخلي. الخارجية يمكن تشخيصها عن طريق المعاينة المباشرة، وضع المريض في وضعية معينة معروفة وراء ذلك يعود ينشاف المنطقة اللي تعاني من المرض من فتحة الشرج، تنشاف وينعرف أساسا من خلال معاينة مباشرة من دركان هذا احنا قدام حالة من البواسير الخارجية والله بواسير داخلية. أولا بعد قاع سؤال الأول خارجية نقدر نشوفها ونعرف حالتها كاملة، داخلية ربما نضطر لنا نعدلوا منظار داخلي ياك يحدد لنا مستواها ودرجتها الداخلية، بأنك قلنا داخلية وخارجية، خارجية تشوف في العين، داخلية ما تشوف في العين، لا بد من منظار. ديك الداخلية دنيا تطورت تعود خارجية طبعا. الداخلية خارج بعض المراحل اللي أنت تمتان حتى تقلط تحت وتخرج هي من. هنا زي بما كنت تكلمت عن هذه الداخلية والخارجية، هنا شين هيك أنواع يعني الإصابة بالبواسير؟ أنواع الإصابة بالبواسير هي فيها درجة الأولى درجات فيها درجة أولى وفي درجة ثانية وثالثة ورابعة أساسا، وهي الدرجات الفيزيكية تختلف حسب قدم المرض. درجة أولى مازالت الحالة بسيطة وعادية والبواسير ما فتخرجوا، وتكلمت عنها قبل، داخلية مازالت داخلية ولا خرجت ولا تجي تشافكم من خلال المنظار، بينما
ثانية تتشابه ولكن أكثر أكبر من حالة الأولى، ربما وردت في تقريركم في اللي يمكن نجا فيه الدرجات الأربعة. الدرجة الثالثة هي أنها تخرج يغلب الإمكان يرجعها من قبل المريض ولا الطبيب، بإمكاني يرجعها للداخل. زين. بينما عفوا اننا نطلبوا من المخرج سامري محمد الراضي على انه يقدم لنا عنصر اياك تعلقون عليه. تفضلوا سامري. عنصر اللي هو منها علاج بالادويه ومنها علاج ايضا عن طريق المنار، وهذه العلاجات ومنها حتى الجراحه، وهذه العلاجات نشرح لكم على الاقل البعض منها، خاصه العلاج بالمنار. هو اللي نقبو شريط مطاطي، الربط بالمنار، نقبو شريط مطاطي صغير ونديروه ونحطوه في هذا المكان، ولا نديروه في هذا الأبراي نثبتوه به، يعني يبوت يثبت يعودوا في النهاية. نقبو هذا المنار اللي يدخل عن طريق طبعا فتحة الشرش، ولا يبوت يدخل نوخلو هذا منه، وفي النهاية نقبض الأباراي ويدخل هذا الجهاز اللي هو وله يضغط الداخل له ينتر له ينتر البواسير اسم له يعدلهم نوع جزء امتصاص الجزء العلوي منهم، وله يعود كأنه هذا الشريط المطاطي له يجي مباشرة وراهم ينجم راهم اللي يربطهم يربط وراء البواسير مباشرة فوق منهم، إياك يمنعهم من ذاك الارتخاء ومن ذاك الدم اللي في بعض الأحيان يجي في أغلب الأحيان عند المرضى. وأيضا يجي بعض الأحيان إن ما نكتفاو من أجل المنظار القصير، نعدلوا هذا المنظار اللي هو عبارة عن جهاز يدخل ويمكننا من معرفة من ركان هذه البواسير معها مرض ثاني ربما أخطر منها، إياك نتفاداو ويعالج في وقت المناسب، ولا نبقى معتبرين مرض أساسا والله الحالة الصحية إلا البواسير وحدها. بعض الأحيان نعدلوا نقبو هذا المنظار الكبير اللي هو الكولوسكوبي ونعدلوه، إياك نفلشوا ونتأكدوا على أن ما فهم حالة مرضية مشابهة للبواسير في الأعراض واللي يجب هي علاجها في نفس الوقت. زين. إذا دكتور هذه أظن هالطريقة اللي يتم بها علاج المريض والله مريض البواسير. طبعا العنصر هنا نطلبه من المخرج اللي يقدم لنا بعض الصور اللي هي شرح لنا عليها دكتور اللي هي أنواع الإصابة بالبواسير، مجموعة من الصور. هذه الصورة هون بعض العلاجات اللي مقدمة علاجات البواسير. هون ما يسمى الفوتوكواجيلاسيون انفراروج، معناها تقريبا عبارة عن كي يكمطيقة هون لليجاتير إلاستيك، معناها هذه هي نفس الطريقة اللي كانت تشرح ذلك في العنصر الماضي. هي عبارة عن ربط البواسير داخليا بشريط مطاطي. هذه هون اللي تظهر في الصورة عبارة عن بواسير درجة ثالثة، هذه هون درجة ثالثة، وهون فيه انتفاخات على مستوى فتحة الشرج ناتجة عن التهابات، وفي دائما تعود فيها آلام قوية في هذه الصورة. مثلا هي أنواع مثلا اللي تحدثنا عنها هون، كي قلتوا الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة والرابعة. بالنسبة للدرجة الأولى تفضلوا. درجة الأولى كنا أنها درجة مزات بدائية بسيطة وحالتها عادية، ولا تنشاف كون إذا فاتين تم إجراء فحص داخلي لها هو اللي مكن من معرفتها، وتعود حالتها بسيطة، التهاب طفيف وبسيط على مستوى أوريت الداخلية مسمات البواسير بنهاية الجهاز الهضمي. الدرجة الثانية تم هناك والالتهاب
أكثر، ولكن الأول والثانية يتميزوا عنهم، ما باتوا خرجوا من ما باتوا خرجوا من مخرج، ما باتوا خرجوا من فتحة الشرج، بينما الدرجة الثالثة والرابعة كلهم يخرجوا، ولكن الثالثة يخرجوا يمكن إرجاعهم، بالإمكان أنهم يرجعوا. الدرجة الرابعة يخرجوا وليس بالإمكان أنهم يرجعوا، ليس بالإمكان أنهم يرجعوا، يعني حتى يحاول الإنسان يرجعهم ما يردهم. وذيك حالة زين في الحالة الثانية، هي الأخيرة في الحالة درجة الثانية هون، في حالة ما تم ما في منوع من الاستجابة مثلا للعلاج، مثلا كان يتم التدخل الجراحي في هذه الحالة. هو العلاج معروف وأموره جاية تراتبية، معناها حالات حسب الدرجات كنا نقول، الدرجة الأولى والدرجة الثانية والثالثة أساسا، الدرجات الأولى أساسا بالإمكان معالجتها. العلاج شنو هي أنواع العلاج اللي متاح؟ العلاج الأول عن طريق هو العلاج عن طريق الأدوية، من بعض الأدوية اللي مساعدة من أجل تخفيف من حالة الالتهاب على مستوى الأوردة، أوردة البواسير، وفي بعض الأدوية اللي أيضا مساعدة في تقويتك نسبيا تقويتك الأوردة، ولكن هي طبعا هي الأدوية تستخدم هي الأولى دائما في المرحلة الأولى، وفعاليتها محدودة وآنية، بمعنى أنها تقد تعاون رجاج فترة معينة من الزمن، ولكن لا تمنع المرض أنه يرجع مرة أخرى، اللي هي العلاج عن طريق الحبوب. خلق العلاجات أخرى ثانية من العلاج اللي سكون شينجال لوتاتما إنسترمنتال، علاج عن طريق بالمنار، وهذا طبعا علاج أحسن طبعا من الأدوية. هو كيف جف تقريركم هون على إنه ذاك الجهاز نستخدموه اللي كثير دزيموريد نستخدموه إياك من أجل فمعدة علاجات بالمنار، من بينها لاليجاتير هي عبارة عن ربط البواسير بشريط مطاطي. ذاك شريط مطاطي دوره هو على انه يقلل من ارتخاء البواسير ويجعلهم يرتفعوا اكثر، ما امكن يردهم البلاست من فوق. الشيء الاخر فعاليتهم اللي معروفه لانه يعطي نسب نتائج، اول نتائج يعطيها ذاك الوقت يوقف الدم، ثانيا في نفس الوقت هم اللي يرد ذاك الارتخاء كان خلق لهم يقعد عنهم. الشيء الاخر لانه فعال بنسبه حتى في بعض الاحيان نسبه 90%. زين هون شو هذه بعض العلاجات نذكر منها هذا اللي كان نار، فهم علاج شنقالوا بالتصليب، شنقالوا الاسكليروز، فهم بعض الحقن اللي تندار في البواسير والله هذا فوقهم، اياك تصلب بك المنطقه اللي فوقهم تقويها اكثر، اياك تمنعهم من هناك ارتخاء. في حاله الاستئصال الجراحي مثلا، مدرا كان يقدرون تخلصوا بشكل نهائي من البواسير، كان فهم مثلا طريقة قد حد والله نوع من الشفاء التام للمرض دون عنه فم يعاود يعود فم مضاعفات والله شيء ذنبت. هذا التطرق للعلاج بالجراحة يردنا المعرفة شنو هي شنو المرضى اللي يقدروا يعالجوا بالجراحة، شنو هي الحالات اللي تجي معالجة بالجراحة. حالات كي نقولوا المرحلة الرابعة اللي صعبة من ناحية لأنه يعود المريض درجة رابعة يخضع وصعب إرجاعه، طبعا هو التدخل الجراحي يعود له في المراحل المتأخرة أولا جراحة ذيك المنطقة جراحة احنا نختاروها تعود آخر الدواء الكي تعود هي التالية، معناها ذيك المنطقة منطقة حساسة ومنطقة الجراحة فيها ممكنة ولكن مخلية لحالات محدودة ومخلية لين يفشل كامل اللي سابقها، معناها جربنا الدواء ما أصلح، عدلنا الإجراءات العلاجية الأخرى كاملة ولا صلحت إكساعة آخر الدواء. وطبعا لماذا نعدلوها حالات محدودة ولا نبقوها؟ لأنها من بعض المضاعفات اللي بما خطيرة في حد ذاتها،
تخلق من عقب العملية، ولكن العملية في حد ذاتها تبقى جزء لا يتجزأ من دواء بواسير، ولكن في حالات محددة، منها قلنا هذه الحالات اللي المتأخرة والحالات اللي فشل فيها الدواء. كان زين، شنو هي العوامل تؤدي على أن يعود فيه نوع من عدم الاستجابة للدواء؟ تقدم تقدم حالة البواسير، بواسير الدواء عاد لكن بواسير ملاحق بغض الدواء فترة ما يفهم الزمن قبو وخفوا عليه ورجعوا له وقبو مرة خابين وراسه. بعض الأحيان المرضى المريض يمشي عارف الدواء، يكتب له وصفة ليلو عام مرة ثانية ولا يرجع مباشرة للصيدلاني يقول له أنا هذا الدواء كتر بسطي العافية ساعة لقينا قبو مرة أخرى، أنا عارف دواية أنا قبل، هذا هو مكمل الخطأ، هذا هو خطورة لأنه دون مثلا يرجع للطبيب، خطورة على أنك إن المريض هو اللي عايشه إحنا يوميا، هو على المريض يجي ومازال يسلم يقول لك أنا أغير لك في البواسر. هذا هون خطأ يوقع فيه المريض وقد يخطأ مع الطبيب. المريض يوقع فيه لأنك تجيت وجاي معك مشخص حالة راسك أنت، حكم وسبق أنت مشخص الحالة راسك أنت أولا، وأراك هذا ما هو دورك، أنت جاي قول الأعراض اللي تعاني منها أنت، وديك الساعة خلي المسؤولية على الشخص اللي جيته اللي هي عارجك. هذه القضية راهي يخطأ فيها بعض الأطباء لأنه يشك على ذاك اللي قالوا للمريض، لأنه فات قاس طبيب آخر وشخص الحالة ويجي والمريض والطبيب قد ما يشوف ذيك الحالة قد ما يخرصها، قد ما يخرص منطقة اللي تعاني منها فيها البواسير، ولا قبل يكتب له وصفة طبية وماشي. والحقيقة على أن اللي يعود فيه المريض اللي يعود فيه قاع ما بواسير، ياسر من الحالات يعود فيه ما بواسير. تجربة شخصية، مريض عولج أكثر من مرة، المهم على أنه يبغى دول البواسير، وفي النهاية تم إجراء الفحص وإجراء المنظار له، تبين أن فيه سرطان في النهاية، أن البواسير ما قطعوا فيه كمرض، ما قطعوا فيه، ولكن دو عنده كمضاعفات يشكل دو والله يجر له مضاعفات مثلا بما أنه استخدم دواء ما يرتوي تناول، لأنه قاع هون الخطورة هون تكمن في أنه هو حتى قاعد يقدروا يجبروا فيه بعض الأحيان، يجبروا البواسير فيه فعلا يا غير قديمين يا غير فيهم ترشي اخر ثاني، اطرى مرض من سرطان ولا اطرى التهابات ولا اطرى تشقق على مستوى، خاصه بما ان هذه الحاله المرضيه دائما يتم اهمالها ولا عدم يتم اهمالها، والمريض عاده ينيجي هذا نوع من عدم الصراحه بين 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 المريض وبين بين الطبيب. تفضل. المريض يجي عنده تشخيص مسبق وفي نفس الوقت ملي إلافت يتم التشخيص بشكل جيد، ينقال له يعود فيه البواسير فعلا غير يعود معه مشروع غير ثاني معه مرض ثاني ويعود قاع معهم فيه يعود فيه قاعد اللي الأعراض اللي فيه أعراض تتشابه فعلا حتى شاف يقول أعراض البواسير غير إذن يتم التشخيص بشكل سليم وجيد يتبين ان الفيه ما هو البواسير فيه حاله مرضيه اخرى ثانيه. زين. بالنسبه للنظام الغذائي للمريض اللي يعاني من من من, من البواسير، هون شنو له يعود؟ هذا جيد، هذا سؤال جيد، هذا ما تطرقنا له قبيل في العلاج، هو جزء مهم منه، هو قلنا انه العلاج بالادويه لا بد يعود معه بعد قاع علاج متوازن غذائي. نصيحة المريض يجب نصح المريض بأنه يعود عنده غذاء متوازن من أجل الحصول على هضم متوازن، معناها إكثار من الألياف. الألياف موجودة في الخضروات، خضروات موجودة فيها الأغذية اللي فيها تحتوي بنسبة كبيرة من الماء، والسوائل يجب شرب السوائل كمية كبيرة حد ذاتها لأنها تساعد في عملية لأن الهضم يعود جيد، يعود يومي. كل ما كان الهضم متأخر، كل ما كنا قدام أمام حالة إمساك، وكل ما جري إمساك، كل ما كان المريض معرض أكثر لعامل من العوامل المحفزة للبواسير. يعني شنو هي النصيحة قلنا؟ هي إكثار من الأطعمة اللي فيها الألياف بشكل كبير من الخضروات كيف قلنا، والتقليل من بعض الأطعمة اللي فائدتها ما هي كبيرة، وهي لا تعود كمية المادة المهضومة مخلفات الهضم ما تعود كبيرة، وشرب السوائل كمية كبيرة. زين.
بالنسبة لإفحال التدخل الجراحي نشعر شوي، لأن هنا أخبار الغذاء يعني إشارة لرواية مهمة حتى نقطة جوهرية هنا. المريض ما بعد التدخل الجراحي هون شنو عود نظامه الغذائي، بما أنه ما هو واخد من عملية ولا بد يعود في نوع من مراعاة ذاك الجانب. النظام الغذائي لا يختلف كثيرا عن النظام اللي ذكرنا لك، لأنه لا يوصف في البداية يعود الهدف هو للحصول على هضم لين، لأنه المنطقة تم إجراء عملية جراحية فيها لازم ورداك يعود الهضم لين ما أمكنه، وحتى تطلب الأمر من عطول إعطاله بعض الأدوية المسهلة. وطبعا جرح لا يتم علاجه ببعض الأدوية المناسبة، وطبعا ينصح بأنه يترك بعض الأطعمة من كيف ليبات المكرونة، وأنه يستعمل بعض الأطعمة اللي ذكرنا حالا مليئة بالألياف والفواكه. الفواكه أيضا في حد ذاتها مهمة وعندها نفس القيمة الغذائية اللي عند الضروات. هنا سؤال طبعا يفرض نفسه، بما أن ممارسة الرياضة في حد ذاتها مفيدة، بما أن هذه الحالة المرضية تحدثت عنها دكتور وعلنها تعاني من التكتم من قبل المرضى وذلك الشيء، وذلك يؤدي دائما لتفاقم الحالة الصحية. هون بالنسبة للمضاعفات في حالة عدم العلاج وعدم التقيد بإرشادات الطبيب، هون شو تؤدي ياك بالنسبة للناس المصابة بالبواسير نخلعوها شوية تهتم بصحتها؟ تفضلوا. بالنسبة ل احنا قاعدين ناخذ انا كنا خلعهم يا غير نختار لهم الحقيقه على انه عدم علاج البواسير. والله عدم علاج احنا ما نعرف كان بواسير ولا ما بواسير في البدايه، المريض في حد ذاته مازال في بله وسبب يجي الطبيب ولا فات شخص حالته مرضيه ما فات عاد يعرف كان بواسير، مع انه هو لا يعود يقولها عن راسه ومخلي القضيه والله حشمان منها، وهذا خطا في حد ذاته. حاله تم تشخيص المرض وشخص مصاب بالمرض حاليا، شنو هي النصائح؟ النصائح اللي ننصح به المريض انه يندعد فيها اعراض معينه في المجال اللي هو اللي تتشابه مع اعراض البواسير، تعود فعلا بواسير وتعود ما هي، انه يجب التشخيص الحاله والتاكد مع ان هذه الحاله انها بواسير فعلا، وشنو هي درجتها، واعطائها العلاج المناسب لها في وقت مبكر من اجل انها ما تتضاعف شر حالات ثانيه ربما اخطر والعلاجات المتاحه لها تعود اقل. انت كل ما عالجت الحاله الماضيه بشكل مبكر كل ما كانت العلاجات المتاحه فعاله وجيده ومفيده، وكل ما تاخرت العلاجات وعاد مرض قديم كل ما كانت الحاله اصعب وعاد علاجها ما هو سهل. فما مشكله طبعا مطروحه دائما يعني عاده موجوده لاغلب المواطنين، لان حد دائما يعود عنده اي حاله مرضيه مجرد انه يشعر تحسن ولا شيء يترك الدواء. هون في حاله ترك الدواء والله عدم التقيد بذيك الارشادات اللي قال الطبيب، شنو هي هون المضاعفات اللي يتخلق المريض هون في الحاله؟ لانك النصائح هذيك هي هو الدواء اللي نعطاله يداوى ونعطاله ذاك العلاج المناسب له، غير اهم شيء اللي ينقال له ديك النصائح يلا يتقيد بها جزء من حياته. يدي تعايش مع المرض بما انه صعيب عليك في البدايه انك عندك نمط غذاء ونمط حياه معين تبدله بين عشيه وضحاها ونمط ثاني، هذا ما هو سهل غير مع الوقت طب عليه جزء من حياتك تعيش معاه تعيش مع مرضك وبكل سهوله. اولا ياك ما تضعف الحاله وياك ما ترجع مستقبلا، وياك تم اللي متقيد بالنصائح اللي انقالت لك وتم الحاله جيده ما ضعفت وضخمت. زين دكتور، طبعا هنا نقطة جوهرية ونقطة نرجع لها شوي بالتفصيل وهي على التكتم على المرض، وانتم كدكتور قبل الحلقة تحدثتوني بعض تكلمتوا عنها قلت انها طبعا أداة انتشار للمرض، ولانه تفاقم الحالة الصحية عند اغلب المواطنين المرضى عفوا، الناس ما تتكلم مثلا عنه ولا تبغي ترد فيه وتخلي تهمل المرض، ولكن يؤدي على انه يتفاقم الحالة الصحية. هون شنو هي الحالات اللي جبرتوا انتم مثلا اصحابها ما جاوا للطب كون ينعدوا في مراحل متاخره وعاد العلاج عاد اصعب؟ الحالات هذه الحالات نشوفها يوميا موجودة. يوميا نشوفها ربما
أقربها الأمس مريض يجي في حالة متأخرة نسول أنت حالة من تجبرها يقول لي قلت لك أنا هذه سنوات نجبره يا غير ما قد ورطني ولا قد عرشته نعرف أنا نعرف من في الله كذا في الله البواسير وفعلا اللي يتم التشخيص يجبر لأنه حتى التشخيص من خلال فحوص الدم تبين أنه عنده نقص دم كبير إلى درجة كبيرة تتطلب على أنه فقر الدم يلا ينزاد كمية كبيرة من الدم إياك يرجع دمه طبيعي وبعض الأحيان حالات أخرى يتم التشخيص يتم إجبار على أن هذا السيد اللي هو والله هاي السيدة أنه البواسير ما هو فيه كاع في مرض هاني مرض هاني ولا علاقة له بالبواسير في التهاب مزمن داخلي على مستوى الأمعاء على سبيل المثال وفيه والله فيه يجبر على انه فيه مثلا ورم داخلي مسؤول عن سيران الدم داخليا والبواسير هو منهم بريء ما عنده بهم علاقه غير هو اعتقاد الراسخ عنده ان هذا هو اللي فيه ولو معالجه وهذا طبعا في النهايه تاكدوا انتم مثلا على اهميه تشخيص مرض البواسير ياك يعني يفرق بينه هو وامراض اخرى تشابه معاه في الاعراض بان هون في طبعا فرقوا فيه بين شيئين على اساس العمر بالنسبة للواجد كبار ويستقر مهم واحد الناس اللي قل من 40 سنة الناس اللي فوق 40 سنة الناس اللي فوق 40 سنة لا يجب التساهل في القضية إطلاقا ضروري وإجباري على التأكد من منك لما ضليت تشابه مع البواسير إنها ما هي فهم بينما الواجد اللي ويجب إجراء جميع الفحوص اللازمة من أجل التأكد لأن نسبة هيك الساعة اللي تجي مع ذيك الفترة العمرية نسبتها كبيرة بالمقارنة مع نسبتها عند الشباب يعني أنا المريض اللي قدامي نتعامل معاه على أساس الأعراض اللي عنده وعلى أساس العمر عامل العمر مهم في القضية الشاب والراجل والسيد الكبير حالته ما هي واحدة والأمراض اللي يعانون منها ما هي واحدة يعني أنا الفحوص اللي يطلب لك أنت شاب صغير ما يطلب الأخرى راجل كبير والله سيدة كبيرة ما هي واحدة لأن الأمراض اللي يعانون منها أصلا منها حتى في اللي ناتجة وهذا مقبوط طبعا البحوث العلمية الأمراض اللي يعانون منها ما هي واحدة شنو هذا معناه شنو معناه أنك أنت شاب صغير سرطانات ما يفهم ياسر على سبيل المثال كل وضوح ورويش كبار فيهم سرطانات ياسر معناها حد صغير قد نعود انا اكثر خوف على حد كبير من نعود في سرطان حد صغير طبيعه الحال وهذا ناتج عن البحوث العلميه هي اللي محدده القضيه ومبينتها وهي اللي تاثر كامل منظومه العلاج وطريقه التشخيص مناعه الانسان هون هي اللي تحدد تاثر النظام العلاجي كامل وطريقه التشخيص اللي تعدل للمريض دكتور كلمة طبعا أخيرة أولا نصائح لمرضى البواسير عموما كيف تتعايش مع المرض اللي قلنا أنه مرض مزمن هذا في حال تشخيصك بواسير تفضل المرض فعلا المرض مزمن يعني على أنه يجب تأقلم معه ويجب على أنه أولا فهم من هذا المرض دو لا يختلف عن جميع أمراض الجسم الأخرى وعلى أنه خطأ كبير ولا مبرر له عدم علاجه أيا كان السبب وطبعا هي تعتبر جهل صحيح. عدم علاج هذا المرض والأهم يجب علاجه في أسرع وقت بطريقة مبكرة من أجل إيجاد تكون العلاجات المتاحة مفيدة بالنسبة له صحيح. إلا فتين تأخر وعادت لحالة متأخرة لا يتقل العلاجات المتاحة لا يتعود أقل وهذا هو الخطورة في القضية ينصح النوع من المرضى بأنهم كيف كنا نقولوا بينها نرجعوا لها يكثروا من شراب السوائل الماء خاصة يكثروا من كل المواد اللي فيها الألياف يعتنوا بصحتهم عموما ويلتزموا بإرشادات ونصائح طبعا طبيب المعالج ثانية نصائح الوقاية من الإصابة بمرض البواسير للمشاهدين الوقاية من مرض الأساسي على أنه
الوقايه من المرض ناتجه عن والله زاد حد اللي يهتم بالوقايه يهتم بالعوامل المحفزه. احنا ما قلنا قبيل عن ما فهم اسباب محدده، يعني قلنا عن فهم عوامل محفزه. ايش العوامل المحفزه؟ قلنا الامساك المزمن، المريض اللي عنده امساك مزمن يجب علاجه، يجب علاجه ياك ما يعود عندنا عامل محفز البواسير. انا نعالج الامساك المزمن اللي عند المريض، راني تفاديت حيت بعدت عامل محفز على لهذا المرض. كذلك نفس الشيء بالنسبه للاسهال المزمن، كذلك بالنسبه لرفع الاثقال. ما يمكن نسينا قضيه مهمه، هي قضيه حتى الناس اللي كثر الجلوس فترة طويلة من الزمن، هذا من العوامل في حد ذاته اللي يساعد في معناها من بعض المهن يشتغل يرجع يبدا الثامنة إلى الخامسة إلى الرابعة وهو قاعد. بعض المهن ورق، من بعض المهن معروفة أكثر فيها إلى البواسط من الناس أخرى. شنو هي؟ كيف صاحب النقل اللي يمشي ينقل من هون إلى 1000 كيل وينقل ويمشي كل اسبوع والله كل مره ولا كل مرتين في الاسبوع ماشي بسياره من هون 1000 كيلو وماشي وجاي وقاعد نفس القعده. هذو الناس نجبروا فيهم ياسر حالات من النوع، معناها طول الجلوس وهو طول فتره طويله من الزمن وهو قاعد في نفس البلاصه. كذلك السكرتيرات على سبيل المثال، الناس اللي تطول وهي قاعده قدام الاورديناتير على سبيل المثال فتره طويله من الزمن، انا هذا النوع من الناس ينصح بانه تم يوقف شوي يروح عاد الراحه شوي ما يطول القعده انه لا يعود ضغط كبير عليك المنطقه. ومع الوقت هذا ما قد ما يخرج المره الاولى قد ما يخرج المره الثانيه، غير مع الوقت مع الوقت مع الزمن سنين يكتمل في النهايه اللي عقد يؤدي له. لان واضح. شكرا لك دكتور محمد والمحمد العاقب اخصائي امراض الجهاز الهضمي، كنت ضيف برنامج عين على الصحه. المشاهدين الكرام، في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل سامري محمد راضي وأبو بكر جي، انتظروني في الأسبوع المقبل وموضوع طبي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.